أما هلأ مشاهدينا مكفين بباقي رحلاتنا الصباحية لليوم، محطة جديدة رح نحكي عنها اليوم. خلال شهر رمضان المبارك يمكن الصايم بيكسب العديد من العادات الغذائية الصحية اللي فعليا بتنعكس على سلامة جسمه، بس في يمكن شغلة كتير نوعا ما بتأثر وبتضايق كتير من الأشخاص هي رائحة الفم الكريهة، لأنه فعليا أنت عم تنقطعي عن أكثر من 12 أو 14 ساعة عن الصيام، ففعليا ممكن تكون مزعجة لبعض الأشخاص أو أحيانا بتضايقهم ضمن المحيط وين قاعدين، بتلاقي التعامل بيكون مزعج بالنسبة لهم. صحيح كتير، يعني مثل ما في نواحي إيجابية أكيد في نواحي سلبية، وممكن نحن نقدر نتفادى هي المشاكل، نعرف شو أسبابها وشو أعراضها وكيف نحن ممكن نخفف من هي الحالة اللي ما أنا مقبولة أبدا وبتسبب كتير حتى مشاكل نفسية، بتلاقي في عالم ممكن تبطل إنها تصوم بسبب هي المشاكل. فأكيد لك المشكلة في إلى حل. رح نحكي سوا مع الدكتور براء قنبس اختصاص تقويم الأسنان، اليوم معنا يسعد صباحك. يعطيكم العافية، إن شاء الله كل سنة وانتم سالمين، وينعاد علينا وعلى الكل بالخير والصحة. ينعاد عليك وعلى الجميع يا رب الخير والصحة. عم نحكي عن جزئية كتير مهمة اليوم، الصحة الفموية، ويمكن أغلب الناس بتتضايق من هي القصة، يعني قد ما اعتنيت بأسنانك أو بالفم، نحن عم نحكي عن ساعات طويلة للانقطاع، فحتى قد ما كان غذائك سليم، هو أساساً بيقول لك الرائحة الكريهة مرتبطة بالمعدة وغذائك بينعكس، بس لازم تلاقي في ريحة بالأخير. فعليا أنا كيف فيني خفف هاي الريحة، يعني كيف فيني أتعامل مع صحة الفم خلال شهر رمضان المبارك؟ لأن إحنا بدنا نحكي عن السبب الرائحة الفموية هو عم يكون بسبب تحلل بقايا الطعام بين الأسنان بسبب والريحة بالرائحة الفموية، لأنه عندي فترة صيام طويلة صحيح، بالتالي عم يتخفف كمية السوائل بالجسم، ومنها السوائل اللعاب اللي بتفرز الغدد اللعابية. اللعاب عندنا له وظائف الترطيب والتعقيم والتنظيف، تنظيف غريزي، يعتبر اللعاب عملية تنظيف غريزية. بسبب انقطاع عن الأكل بتخف كمية اللعاب، بالتالي بتخف كمية بتخف كمية اللعاب، بالتالي يعني بصير عندي تخمر لبقايا الطعام الموجودة بين الأسنان. هاي التخمر بيعطيني هاي الرائحة الفموية الكريهة أو المزعجة اللي اسمه المصطلح الطبي البخر الفموي. هلأ نحن لحتى نحسن نخفف من هاي الرائحة في عندي عدة توصيات. أول شيء يعني نحاول نخفف من الأطعمة اللي يمكن تعطيني الرائحة الفموية. شو هي الأطعمة؟ مثل البصل، الثوم، السكاكر. السكاكر هي يعني محبوبة البكتيريا والجراثيم، بتساعد على بتساعد على التغذية تبعها. نحن بنحاول نخفف، خاصة بشهر رمضان عم يزيد عندي الاعتماد على السكاكر الوجبات، بسبب انه الواحد بتخف طاقته وبيلجأ للسكاكر والكربوهيدرات يكثر من هاي الكمية. اول شيء بفترة السحور انه نحاول نفرش اسناننا قبل ما نبلش الصيام، ونستخدم الخيطان السنية. طبعا تفريش الاسنان يعني عملية كتير مهمة، مو بس انه قبل بعد السحور، قبل السحور او بعد الفطور، لازم كمان ضمن النهار نلجأ لتفريش الاسنان، اما بالفرشاية او باستخدام السواك. هي عملية غير مفطرة نهائيا، الا اذا بلعناها بصير في افطار، اما انا بامكاني نفس الروتين تبعي ضل مستمر فيه، لكن مع الوقاية من انه نبلع شوي من معجون الاسنان. والاهتمام تنظيف بقايا الطعام بين الاسنان بالتفريش، استخدام الخيطان بين السنية. استخدام الخيطان بين السنية بيساعدني بشكل ممتاز انه يشيل لي اللويحة، او في فراشي بين سنية بتيجي خاصة بهي العملية للتنظيف. يعني هو سبب الرائحة الفموية التخمر اللي عم يصير عندي بقايا الطعام، فنحن إذا حاولنا ننظف البقايا الطعام الموجودين بالتالي ما عندي هالرائحة الفموية. بإمكاننا كمان نساعد على تخفيف الرائحة الفموية بالمضامض الفموية قبل السحور تقريبا تخفف لي الرائحة الفموية شوي، وكمان أنه ضمن النهار بإمكاننا نتابع المضامض الفموية أو تمضمض بمي عادية، يعني ما في مشكلة بهالشيء. أوقات كمان بتكون المشاكل ما فموية، بتكون مشاكل من المعدة، في ناس عندهم حموضة المعدة عالية أو مشاكل تانية، بدنا نعرف شو هي الأطعمة اللي نحن بتساعدنا لحتى تخفف بنفس الوقت غير المشاكل الفموية كمان الحموضة المعدة بتخفف. هلأ في عندي شرب القهوة والشاي بكمية زايدة بيعطيني حموضة، بتعطي هي الروائح بالمعدة، كمان السكريات، كمان الثوم والبصل، كل هاي شو هي الأطعمة اللي لازم نحن نعتمد على الفواكه الطازجة، على الفواكه، على الأغذية المسلوقة يعني.
نحاول نبعد عن الأطعمة اللصاقة اللي بتتجمع على الأسنان أو أنه بتعطينا روائح. طيب خلينا نحكي فعليا، يعني هي فينا نقول مفهوم أو أسلوب يعني صحي فينا نتبعه لنخفف هي الرائحة، لأنه تدريجيا هي ما بتختفي فورا، يعني بدك تعتبريها تدريجيا من خلال بعض المفاهيم اللي نحن متعودين، مثلا تفرشي أسنانك من القصة. لا، هي بعض القصص مرافقة لها. نحن عم نحكي عن غسولات بشكل يومي، نحن عم نحكي إذا كنا تنظيف من خلال كمان الخيط، فينا كمان نعمل زيارة دورية، يعني أكيد تنظيف لسوي عند الدكتور كمان بتخفف، لأنه قد ما حاولت اليوم تنظف قديش فعليا فيك تخفف أكيد من بقايا الطعام داخل الأسنان. نحن بنعرف أحيانا كمان الأسنان ممكن تكون مكتظة، ممكن يكون فيها مشاكل ما بتقدر توصل لجميع المناطق بشكل صحيح من خلال إن كان الفرشاية أو بعض الطرق الأخرى. هلأ بإمكاننا نحن كمان نراجع طبيب الأسنان ضمن شهر رمضان، يعني يعني ما في كمان انه اي مشكله، بامكانك تراجع الطبيب اذا حسيت الرائحه زايده. بس قصدي فينا نعمل تنظيف، تنظيف يعني اللثه، تقليح ازاله اللويحه، ازاله القلح، كله بيساعدني على تخفيف من الرائحه الفمويه عندنا. القلح بيأثر بالرائحه كمان. اكيد اكيد لانه بيساعدني، هو سطح القلح بيكون خشن شوي، بيساعد على تجمع بقايا الطعام. لو فرشيت اسناني هو السطح خشن، شو ما فرشيت ما رح نحسن نزيل اللويحه بشكل كامل. لهيك نحن بس شلنا القلح ما عاد في عندي تجميع لويحة، بالتالي سطح السن أملس. يعني تنظيف روتيني بيساعدني على تنظيف السن. خلينا نتعرف من حضرتك على شوية نصائح تكون كتير مهمة لازم مع الصايم أنه يتبعها بشكل يعني منظم ودقيق. هلأ النصائح عندي أنه فترة السحور، بين فترة السحور وفترة الإفطار، هاي فترة الصيام اللي عندي إياها طويلة شوي، ساعد على المضمضة حتى نخفف من الروائح الفموية، واستخدام السواك أو فرش أسنان بين الفترة تبع بين الفطور والسحور، الفترة المسائية أكثر من شرب السوائل والمضامض ونفرش أسناننا، واستخدام الخيط السني هو أهم شيء للروائح الفموية. طب في اشياء بديل غسول فينا، يعني لما نحكي عن مضامض او غسول نعرف ان هي مكلفه، الناس بدها تشتريها. سابقا كانوا يقول لك مثلا مضمض تمك بمي وملح، بعض المضامض اللي هي ممكن انا بالبيت يعني دون الجا لتكلفه ماديه اضافيه، شو ممكن ممكن بتكون؟ المي والملح الصخري غليان ونعبي انينا وتمضمض كل يوم. بس الملح المشكلة برمضان انه بزيد العطش، بزيد بالتالي بزيد الرائحه الفمويه، بالتالي ممكن مضامض فمويه عاديه بس بالمي، بس بالمي انه تمضمض مي عاديه. في ناس بيغلوا قرنفل وقرفه وهي الاعشاب الطبيه، يعني هي الاعشاب الطبيه او الزهورات او بامكاننا نحسن من الروائح المضامض من خلال المضمضه او الشرب. ما بتاذي طيب حموضه المعده او بيكون لها تاثير سلبي عليها؟ ما راح تزيد لانه انا ما راح ابلع المضامض اللي راح ابلعها اثناء مو مضمضه، اثناء الشرب. اثناء هي الشرب ما بتساعد كمان، بتضل انه الريحه فواحه من الداخل غير من الخارج. اي اكيد بتساعد، اكيد اكيد. طب دكتور اشرت خلال حديثك عن نقطه كثير مهمه، لما نقول صائم يعني صائم ل 14 16 ساعه انه يتجنب بعض الاكلات ما بيقدر، يعني نوعا ما. بس خلينا نحكي عن الاطعمه اللي فيها سكريات عاليه واللي هي بتاثر بشكل كثير كبير، قديش فعليا فيني انا اخفف؟ يعني ما فيني امنعه للصائم، بس احنا بنعرف المطبخ الشامي او المائده السوريه هي غنيه بالاطباق والمأكولات كمان اللي فيها مليئه بالسكريات، قديش فيني اخفف انا او فيني كمان ممكن مارس الصحه الفمويه الصحيحه لو اكلت، خصوصا كمان مع الاطفال لانه حتى الاطفال بتزيد اكلهم على هي الاشياء خلال شهر رمضان المبارك. هلا نحن يعني بننصح انه تخفيف كميه السكاكر، لكن ما يمكن ما حدا رح السكر بيعطي طاقه اكيد. لهيك انا بس اكلت سكري لازم فرش اسنان، يعني عمليه تنظيف مباشره تكون مشان ما نساعد على نمو الجراثيم والبكتيريا انه اللي عم تعطيني الرائحه الفمويه. بس تفريش الاسنان والمضامض اكيد يعني بامكاننا نزيد كميه السكر بس دغري، يعني هي بعض يمكن المفاهيم الخاطئة اليوم نبتعد عن ممارستها. بالختام أكيد نتشكرك دكتور، بنتمنى من كل الناس أنه فعليا استفادوا من هي النصائح. شكرا كثير لك. شكرا كثير لك، أهلا وسهلا فيك.